حضراتكم كل المشاريع القومية اللي حضراتكم بنشوفها وبنفتتحها في مصر كلها بتصب في الآخر، في الأول وفي الآخر، لمصلحة المواطن إن هو يعيش أفضل، إنه يبقى حياته تبقى للأفضل، وفي نفس الوقت هي خطة للوصول إن احنا نبطل استيراد وإن احنا نحاول نصنع في مصر. البلد المتقدمة دائما هي اللي بتصنع وبتصدر، اما البلاد العالم الثالث او اللي هي لسه ما وصلتش انها هي تشم نفسها وتبقى بلد قويه، هي البلد للاسف الشديد اللي بتستورد كل حاجه. وحضراتكم طبعا شايفين المانيا، انجلترا، فرنسا، الصين اللي بتهدد الكيان، اكبر دوله في العالم اللي هي القاره الامريكيه، بانها تصنع. واحد من الاهداف الرئيسيه في مصر حاليا هو ان احنا نحاول قد ما نقدر يبقى عندنا تصنيع عشان نصدر، إذا كان للسوق العربي، إذا كان للسوق الأفريقي، أو للسوق العالم والنافس بشكل كبير. حضراتكم من كام يوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عدد من المشروعات القومية في مدينة محافظة دمياط، منها مدينة الأساس في دمياط. هذه المدينة عبارة عن حوالي 54 هنجر، وفي حوالي 1500 ورشة، في منهم 500 ورشة اوريدي ابتدت يتعاقدوا معاها، وحوالي 300 وشوية مصنع او ورشة ابتدت تنتج. حوالين هذا الموضوع اللي احنا بنحاول نفتحه ونحاول نتكلم فيه ونشجعه، ونشجع الشباب ان هم قد ما يقدروا لو عايزين يعملوا مشروع لنفسهم ويبقى فيه يشاركوا في قاطرة النمو لبلدهم. بنتكلم عن مدينة الأثاث في دمياط مع ضيفي اللي منورني في الاستوديو، الأستاذ عبد الحليم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. حضراتكم أستاذ عبد الحليم جايب لي، يعني أنا طبعا مش هقدر يعني أبين قوي الاسم، لكن هي منتجات جميله جدا، ما فيهاش الاسم هنا اعتقد يعني عشان ما يبقاش اعلان، لكن منتجات جميله جدا. انا عمال اقلب في الصفحات حاجات الحقيقه يعني فيها تقدم في الذوق العام والتصميم، مش بس الكلاسيكي المعروف عنه طول عمرنا في دمياط، انما ابتدى يبقى فيه محاولات للمنافسه للعالميه. حضراتكم عارفين انه بيبقى فيه حاجات مودرن او حديثه. حوالين هذا الموضوع المنورنا في الاستوديو حضرتك، عايزين نتكلم أهمية مدينة دمياط للأساس بعد إذنك. بص حضرتك، يعني أنا شرفت في الأساس من حوالي 4 سنوات بأن أنا حضرت تخطيط المدينة على الورق. كويس. وده يعني كان في بداية الموضوع، كان حلم، هو حلم كنا بنحلم بيه يتعمل لمدينة دمياط. مدينة دمياط، المدينة العامة اللي هي محافظة دمياط، دي محافظة تشتهر بصناعة الأساس، بتصدر، معروفة على مستوى العالم كله إن هي بتصدر. طب حضرتك قلت إن هو كان حلم، ليه؟ كان حلم، هقول لسعادتك ليه كان حلم. اتفضل. لأن كان التصدير أو كلمة دمياط بره مصر دي حفرها الضميطة بعض من الأفراد، مش كل المحافظة. بعض من أفراد دمياط اجتهدوا وسافروا يعني زي ما بنقول كده نحتنا في الصخ عشان نوصل للتصدير ونوصل للعالمية. احنا ما فيش مكان في العالم ما صدرنلوش اساس، ما فيش مكان في العالم ما يعرفش يعني ايه مدينة دمياط للاساس. حصل عملية من عملية بعد 2011 بدأ يحصل عندنا عملية من التراخي، وكنا في ازمة. صحيح. زي دول كتير. تمام. الأزمة دي أثرت علينا اقتصاديا، موضوع المعارض الخارجية، موضوع التصدير، موضوع ما عدتش أقدر أعمله لوحدي، محتاج الدولة، محتاج كيان كبير يتكلم باسمنا. فكان حلمنا أن يبقى عندنا حاجة، نعمل حاجة جديدة نظهر بيها محافظة دمياط. عايزين برضو وإحنا بنتكلم، وسيادة الرئيس قال الكلام ده، مش مدينة الأساس هي دمياط كلها. نعم. إحنا عملنا الجزء ده عشان نظهر مدينة دمياط كلها، الجزء ده جزء من دمياط، بنعيد صياغة دمياط من خلاله. صحيح. التخطيط على الورق كان فيه مراكز خدمية
ويمكن في بعض الشباب اتكلمت مع الريس، والريس اوصى بان يبقى في ماكينات، واوصى ان يبقى في مراكز خدميه اللي هي مركز زي مركز تصميمات، لان النهارده انت عشان تتحول من كلاسيك او من مدينه الاساس من مدينه دمياط اللي هي المدينه اللي بتشتهر بالحرفيه. الحرفيه هي خبره تراكميه. النهارده العالم كله تحول لصناعه، الصناعه هي علم. التصميم هو علم. علم الصناعه. احنا بنجوز الاثنين مع بعض، علم الصناعه مع الحرفه. وده اللي العالم مش قادر يعمله، احنا لو عملناه هننتصر على العالم كله، هنقدر ننافس العالم كله في التصدير. استاذ عبد الحليم، احنا بخبره سيادتك يعني في هذا المجال، الصناعه بنصدر قد ايه تقريبا اساس لخارج مصر في السنه؟ احنا قبل 2011 كنا واصلين ل 360 مليون دولار تصدير. 360 مليون دولار. النهارده احنا تراجعنا شويه. تراجعنا ليه؟ لان احنا خسرنا اسواق. خسرنا اسواق ليه؟ نتيجه الربيع العربي. احنا كدوله مالناش ذنب فيه. يعني احنا كمصر احنا مالناش ذنب في ان العراق اتهدد، في ان ليبيا اتهدد، في ان سوريا اتهدد، في ان اليمن وقفت، في ان في حرب في الخليج مأثر على السعوديه وعلى الامارات. كل دي اسواق كانت بتاعتنا بنصدر لها. صحيح. احنا خسرناها. فخسرناها، ده اثر علينا في التصدير. تمام. طيب نعمل ايه؟ احنا النهارده بنناشد وبنطالب ان احنا عندنا لابد ان احنا نوجد على بال ما الربيع العربي ده ينتهي والدول دي ترجع لحضننا تاني ونبدا نصدر لها تاني. نبحث عن اسواق جديده مش بتاعتنا. تمام. زي افريقيا. تمام. زي شرق اسيا، عندنا دول في شرق اسيا نقدر نصدر لها. الدول اللي هي حصل فيها بعض من النمو زي الهند، زي باكستان، زي في بعض من الدول زي روسيا، زي كازاخستان، اذربيجان، الدول اللي هي خلف روسيا. نعم. كل دي النهارده احنا المنتج بتاعنا نقدر نروح له. بس هل اقدر اروح لوحدي؟ لا، لازم اروح عن طريق الدوله او بمسانده الدوله او بمشاركه الدوله. النهارده احنا عندنا ادوات كتير تصلح لهذا الكلام، نقدر نعمل الكلام ده؟ نقدر. لا، احنا حاطين، لو 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 خدنا توجيهات الريس يلا قوموا واصحوا يا ضميطه واشتغلوا وفوقوا واتجههم، لا احنا نقدر في خلال 3 سنين 4 سنين بالكتيرة نصدر بمليار دولار. يا رب نقدر نعمل الكلام ده. طيب عشان نعمل الكلام ده عايز ادواته. طيب خلينا واحدة واحدة بقى. حضرتك في دمياط اكيد في شركات كبيرة طبعا وعندها موظفين كتار اكيد، وفي يعني الصناعية اللي هم ورشهم صغيرة. تمام. صح كده؟ تمام. طيب احنا عايزين نحاول ندمج الاثنين، او بمعنى صح سياسة المنتج الكبيرة او المصنع الكبير وسياسة المنتج الصغير اللي هو المشاريع الصغيرة او المتوسطة، عايزين ندمجهم مع بعض للوصول للهدف. صح كده؟ مظبوط. حلو. المنتج الكبير اللي هو عنده مصنع وعنده عمال وعنده مش عارف ايه، يعني اكيد عنده طبعا مشاكل وعنده انجازات. تمام. حلو كده؟ تمام. بس احنا خلينا نتكلم عن اللي بينتج وعنده ورشه صغيره، وده احنا محتاجين نكتر منه. تمام. صح كده؟ تمام. طيب حضرتك انت لما يعني لو اي شاب دلوقتي بيشوفني على الشاشه وعنده الحرفه دي وسابها مثلا بسبب او لاخر، حضرتك انت ممكن تقدم له ايه في منطقه مدينه الاساس في دمياط عشان يرجع تاني يشتغل؟ بص هقول لسعادتك، اللي احنا بنمر بيه في دمياط بأمانة في جزء مطلوب من الدولة، والجزء الأكبر ده بأسباب الربيع العربي زي ما أنا قلت. لأن إحنا عندنا 60% 60% من إنتاج دمياط قبل 2011 بيتصدر للعالم. 60% بتصدر بطريق مباشر وطريق غير مباشر. أنت كان بينزل لك التاجر من ليبيا من العراق يلف على المحلات في الشوارع يعبي له تريلا كونتينر وياخده ويمشي. كويس. ده كان كتير، ما عادش موجود النهارده. ده جزء. الجزء الثاني بتاع الدوله ايه هي؟ لما خططنا المدينه احنا قلنا عايزين مراكز خدميه، مراكز خدميه، وكل دمياط يعرف هذا الكلام. احنا عندنا نقول الحاره، الحاره يعني الحي. الحي ده كله نجارين. في قلب الحي ده، الكلام ده في السبعينات، في ورشه كلها معدات مكن، وكل اللي في الحي دول بيروحوا يشتغلوا في الورشه دي.
فاحنا خدنا الفكره دي على ان احنا نعملها في مدينه الاساسيه الجديده. حلو. على فكره السنتر ماشين. حلو. احدث المعدات في قلب سنتر ماشين، وكل الناس تخش تشتغل فيه بالاجر. اللي هي المدينه. المدينه الجديده دي. تمام. ده كان الهدف وده كان الحلم. طب هل ده معمول للمدينه بس؟ لا، ده معمول لدمياط كلها. بس اولويه للي في المدينه. كويس. لما يبقى عندي فائض من الوقت اشتغل لبره المدينه. طيب احنا لما خططنا الكلام ده وعملناه، ايه المطلوب بعد اذنك من الصنايعيه اللي كانوا طول الوقت بيشتغلوا في الحاره اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي؟ الصناعيه دي لازم نصبر مع بعض، احنا بنمر بظروف مش مصر اللي بتمر بظروف. العالم كله بيمر بظروف اقتصاديه سيئه. انت عندك انخفاض في الاقتصاد العالمي، التجاره العالميه 10%. تمام. 10% ده رقم مخيف. تمام. اما الاقتصاد العالمي او التجاره العالميه تنخفض بنسبه 10%، ده حاجه مخيفه. يعني معناها ان في شركات عالميه ضخمه قفلت. صحيح. النهارده سامعين بتسمع خبر النهارده توماس كوك اشتغلها ساويرس لانها فلست. يعني الحاجات الكيانات الكبيره بنتخض من اسمائها النهارده بتفلس وبتقفل. صحيح. فالنهارده في بنقول للي اخد مكان وعايز يرجعه او اللي بيفكر، لا احنا شايفين ان احنا بقالنا في مصر 4 سنين بنشتغل في تعمير، بنبني بنبني في العاصمة الإدارية، بنبني في مشاريع ضخمة جدا وعملاقة، بنبني في العالمين، بنبني في كل حتة، شرفنا على الانتهاء. نعم. أنا وجهة نظري بتقول إن 2020 هو عامل جني لصناع الأساس. عظيم. الحاجات دي كلها عايزة تفرش. نعم. هنفرشها فين؟ طيب، وكل ما هيهدى توتر في عالم عربي زي العراق زي ليبيا زي الكلام ده، سوق بيتفتح لك جديد. البلاد دي لو الدنيا هديت فيها انت بدك تشتغل 50 سنة عشان تفرشهم. فكل انسان ده للسوق اللي كان موجود قبل 2011. تمام. ولكن احنا دلوقتي عمالين نفكر ونحلم اكبر من كده، ان احنا نوصل للعالمية، ان احنا ممكن الى حد ما نقدر نبتدي ننافس حاجات كده. سوق تاني غير الاسواق اللي لسه منتظرينها. اكبر من كده محتاجين نتحرك في سوق افريقيا، محتاجين نتحرك في شرق اسيا، محتاجين نتحرك في روسيا وما وراء روسيا. وعندنا في مصر الادوات، وعندنا الناس والكيانات والموظفين بتوع الدوله اللي شغالين، والتمثيل التجاري اللي على مستوى العالم كله يقدر يفتح لنا الاسواق دي. احنا عندنا مثلا حد من التمثيل التجاري عملوا فكره مصر لبنان افريقيا. حد موظف في التمثيل التجاري عمل الكلام ده ونجح بيه، نجيبه. نعم. تعالى افتح لنا افريقيا لمصر. عندنا النهارده اتفاقيه الكوميسا. يعني في حاجات انا كمواطن مفروض عليا اعملها، وفي حاجات على الدوله المفروض تعملها. انا النهارده عندي اتفاقيه الكوميسا، اتفاقيه الكوميسا اخده شرق افريقيا. طب غرب افريقيا انا عايز اصدر له وسوق بالنسبه لي كويس. ما عنديش اتفاقيات. نعم. محتاج اتفاقيات من الدوله. نعم. وانا النهارده رئيس الاتحاد الافريقي. فدي فرصه بالنسبه لي. حلو. إيه الحاجة اللي بعد كده؟ ان احنا عندنا محتاجين مثلا المنصة الالكترونية. نعم. احنا في عندنا قالوا عملنا منصة تبع تحيا مصر. نعم. ماشي. تبيع فيه. ما بتشغلش اللي هي زي حاجة فكرة علي بابا في الصين. طيب النهاردة احنا عندنا منتج نقدر ننتج منتج وننافسه، نقدر. عندنا الكوادر وعندنا العقول وعندنا الايد العامله. نعم. وعندنا كل حاجه نقدر نعملها. امال ايه اللي ناقصنا؟ ناقصنا الترتيب، نرتب بعض. وهو ده اللي احنا بنعمله بس. دلوقتي. بالظبط كده. ناقصنا ان احنا نرتب بعض. ومين عليه الدور ايه يعمله، ومين عليه الدور ايه يعمله، ومين عليه الدور ايه يعمله. بس. طيب. مش ناقصنا اكتر من كده. طيب. كل الامكانيات تحت ايدينا. كل الفكر تحت ايدينا. طيب. كل التخطيط تحت ايدينا. استاذ حليم، بعد اذن حضرتك، الكلام اللي حضرتك بتقوله جيد جدا وممتاز جدا كاستراتيجي للموضوع بشكل عام. تمام. انا عايز انزل من المستوى الكبير ده للمستوى الخاص اللي لسه فاتحينه من كام يوم. تمام. اللي هو المنطقه الصناعيه الخاصه بالاساس في مدينه دمياط. تمام. الهناجر اللي احنا افتتحناها دي. اه. مش المفروض ان احنا نشجع الناس انها تروح تشتغل فيها؟ بالظبط. ارجوك شجع الناس وقول لي ازاي نقدر نشجع الناس، ازاي نقدر ان احنا نفهمهم ايه الفايده من اننا اروح افتح هذه الهناجر.
ما هو النهارده انت بتاخد مكان عندك ميزه، انك انت مع انتهاء تخطيط المدينه، مع انتهاء تخطيط المدينه كل العالم هيتوجه على قلب المدينه دي. يعني كل العالم اللي جاي يستورد منك جاي على المدينه. كويس. دي مدينه مخططه، ورش صغيره، مصانع كبيره، معارض ضخمه، زي ما بنشوف احنا لما بنروح اي حد بيسافر يشتري موبيليا من الصين ما بينزلش يلف على الورش. صحيح. بينزل يروح ارض معارض. بالظبط. مبنى ضخم جدا زي مول تجاري ضخم جدا، وده مخطط في المدينه. عظيم. وموجود. عظيم. بس لسه ما اتبناش. يعني مرحله. اذا انا النهارده تواجدي حتى لو ما اشتغلتش الوقت اهو واشتغلت بكره، انا ضامن ان انا المستقبل معايا. نعم. دي المستقبل. مدينه الاساس دي هي المستقبل. تمام تمام. وكلنا بنسعى. يعني انا راجل عندي مصنع في منطقه تانية في دمياط. حلو. بس انا بخطط ان في زي ما سعادتك بتقول، انا النهارده مكان كبير، عندي عماله كتير. عندي تدفقات نقديه بتخرج مني ضخمه جدا. كويس. عندي حاجات مش قادر اتوسع في تمام. المرحله دي. تمام. بس لما الدنيا نبدا ننظم نفسنا والدنيا تتحرك، ابدا ان انا ممكن اروح اتوسع هناك. في المدينه دي. في المدينه دي. حلو. اروح اتوسع فيها. طب لغايه لما حضرتك تروح تتوسع هناك، الناس الشباب اللي بيشتغل في هذا المجال وليه خبره، زي ما انت بتقول ان هو الخبره دي بتبقى تراكميه. تمام. حلو. الناس الشباب النهارده، انت عندك كل ما هو غيط العنب، الاسمرات، كل ما هو الحاجات اللي الحكومه عملتها بتتفرش عن طريق الورش اللي هناك. صحيح. ده عن طريق، وده حصل حوار بالفعل مع سيده شغال بقاله اكتر من سنه وشويه، وده الحوار اللي حصل ما بين سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيمر على بالزبط. الهناجر. واتقابل مع واحده سيده محترمه. مزبوط. عندها عامله هم بيشتغلوا في الكلام مكانين بتعمل لهم في جهاز تنميه المشروعات 4 معارض سنويه. تمام. الغرفه التجاريه في دمياط بتعمل 4 معارض سنويا في المحافظات. فعايزين نقول ان في رتم الصناعه عندنا مش الاساس. يعني احنا برضه عايزين نبقى صادقين مع نفسنا. هل الاساس هو اللي فيه تباطؤ، ولا كل حاجه في الصناعه عندنا فيها تباطؤ؟ كل حاجه. فاحنا مش حاجه شاذه، فيها تباطؤ ولا فيها ظروف غصب عننا ما مرينا بيها. ما التباطؤ جاي نتيجه الظروف، عايزين نحلها. التباطؤ جاي نتيجه الظروف. تمام. التباطؤ. لكن احنا في الحاله دي بنعمل ايه؟ آه. لما نتكلم مع رجال الاعمال اللي فاهمين، يقول لك لما الدنيا تقف ازود الاعلانات. لما الدنيا تقف ادي حافز للبياع اوفر زياده. فمعنى كده ان احنا في التباطؤ ده احنا عايزين الدوله تشتغل الضعف. اذا كانت تشتغل الدوله تشتغل الضعف ازاي؟ فهمني بعد اذنك. مثلا تدي قروض ميسره اكثر واكثر كروض. مثلا ايوه قروض. اتفضل. قروض. ونزلت مبادره من يومين من معالي رئيس الوزراء. أيوة. مع رئيس البنك المركزي، قالوا ان احنا عملنا 150 مليار دعم للصناعه لكافه الصناعه. ده حاجه هايله. عظيم. حاجه عظيمه جدا. تمام. وده اول مره في حياه مصر تحصل. لكن لينا نقطة صغيرة. اتفضل. ال 10% كتير. عايزينها تنزل مثلا ل 5%. ل 7%. تمام. مش هقول 5. تمام. ل 7%. انت عامل لي اوريدي النهارده 7% موجودة في البنوك لأصحاب المصانع الكبيرة، وعامل للناس الصغيرين 5%. نعم. خلينا نتكلم على ال 7%. انت عامل ال 7% للماكينات. انا عايز استورد مكنة حديثة، اخد 7% كارد ب 7%. تمام. طب انت النهارده عملت كارد ب 10%، لا خليه 7% كم، والسنه الجايه لما الدنيا تتحرك شويه ارفعه خليه 8%. دي للكيانات الكبيره. وخليه السنه الجايه 8%، والسنه اللي بعدها 9%. يعني كل ما احنا بنتحرك زود الفايده. لكن الدنيا واقفه، احنا عايزين نزقها. فلازم كلنا نضغط على نفسنا عشان نمشي الموضوع. اذا لازم الدوله، وهو ده يعني انا وانا جاي النهارده الظهريه على فكره، كنت على 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 على, على اذاعه راديو مصر، كان في خبر بيتكلم انه في فايده هتبقى 5% للناس. لا، 5% موجوده. مبادره الريس ال 5% موجوده، بس دي له صغار الصناع. انت بتتكلم على الكيانات الكبيره. انا بتكلم على ما هو الكيان. تمام. شوف سعادتك، الكيان الكبير انا برضو مصمم ان انا اتكلم على المصانع الصغيره. هقول لسعادتك. تمام. انا هقول لسعادتك. اتفضل. لما نرجع من 2005 ل 2011، كانت الكبير والصغير بيشتغل. عظيم. طب كان بيشتغل ازاي؟
الكبير كان بيسافر ويجيب شغل ويجي عشان مصنعه، حلو، الشغل اكتر من مصنعه، حلو، فبيضطر يعمل فيه ايه؟ ايوه يدي بقيته جزء كبير منه للصغيرين، عظيم، فالصغيرين يشتغلوا. حلو. لما الدنيا بعد 2011 نعم بدأت نخش في ظروف، أصبح إن الكبير ده إلى حد كبير في ركود، فالركود بيعمل إيه؟ أشغل مصنعي، ما تمام. عادش بدي للصغير، صحيح صحيح، أنا عايز يبقى زيادة عن حاجتي واحتياجاتي وأطلع منه للصغير. فالنهارده إحنا مش عايزين نبص للصغير وننسى الكبير، لأن الكبير اللي بيشغل الصغير. عظيم لازم نبص للاثنين، هما منظومة واحدة مكملة. نعم عظيم. بس انا اللي انا فاهمه من الافتتاح بتاع السيد الرئيس في اليوم ده، انه كان في، يعني حضرتك ادرى مني طبعا 500 مليون تمام مره، تمام، الصناعه دي عباره عن تصميم، ايوه، وتصنيع، احنا هنيجي للكلام وتسويق. هنيجي للكلام، حلو الكلام ده. طيب اللي انا فاهمه ان هذه المدينه هيكون ليها مكان مخصص لموضوع التصميم، ده كان مخطط في البدايه، والمفروض انه ينفذ. المفروض انه ينفذ، تمام. والتصميم ده المفروض الناس اللي هتصمم الحاجه اللي يعني هتتخيلها، يعني مظبوط، لازم تكون ليها علاقه بالسوق العالمي. ده كلام مظبوط، اذا كان عالميا او في افريقيا او عربيا. ده كلام حلو كده. ويبقى عشان انت لما تيجي تصنع بعد كده هيكون عندك القدره انك انت تصنع حاجه انت متاكد باذن الله تعالى بنسبه كبيره انها هتتصدر، تمام، او حد هيشتريها. مظبوط، حلو الكلام. مظبوط. مرحله التصنيع في إمكانية إن إحنا بنحاول نيسر قروض عشان ندخل مكن حديث، صح كده؟ حضرتك أدرى مني. مكن حديث، أصل الحتة دي فيها لبس شوية. اتفضل يا ريت. الجزء ده فيه لبس. اتفضل حضرتك. يعني سيادة الرئيس وجه توجيهين، هو قصد توجيه واحد بس يمكن الناس فهمته بمعنيين. اتفضل. هو سيادة الرئيس لما اتكلم في موضوع المكن الحديث. أيوه. ده الصح للصناعة. تمام. الناس الصغيرين الورش الصغيره خدتها ان انا عايز مكنه. المكنه الربوب والحاجات دي اللي الرئيس اتكلم معاها مع الست لما كان في اول الزياره. كان في واحده سيده، أيوة، فاضله عندها، ايوه، دي اللي انا بتكلم عنها. قال لها المكن القديم الربوب والتخانه بتاعكم ده، أيوة، يعني حلو، بس ما هوش هو اللي هيديني الطفره، أيوة، العالميه. بالظبط كده. اللي يديني الطفره العالميه المكن الحديث اللي هو السي ان سي، الراوتر والحاجات، الدهانات الحديثة، تمام، وأساليب التنجيد الحديثة. كل الكلام ده محتاج سنتر كبير ماشين، بمعنى مش كل واحد صغير، أيوة، ياخد فلوس، أيوة، يجيبها من شهر وغبوب يبقى أهدرنا الفلوس وما عملناش حاجة. صحيح. احنا هنلم الفلوس دي كلها، حلو، وعايزين نجيب سنتر ماشين كبير، أيوة، في قلب المدينة، أو اتنين أو تلاتة، أيوة، يبقى في أحدث المعدات وكل الناس دي تخش تشتغل بالأجر. أوكي. الساعة ب 100 جنيه، تمام. الساعه ب 50 جنيه، لتقطيع الخشب مثلا بشكل معين، بقى حديث بقى الحديثه بكذا. بالكلام ده كله، تمام يا فندم. اصبح ان الراجل اللي عنده مصنع، أيوه، كبير، في قلبه المعدات الحديثه، بيطلع انتاج بجوده معينه، تمام. الصغير خالص ده، ايوه، هيطلع نفس الجوده. عظيم. لا ينافي، لا لا, لا ما نقدرش ننافس بعض الا في الذوق، اختيار الموديل. لكن المنتج طلع بنفس الجوده بتاعت المصنع الكبير. نعم. اللي هو المصنع الصغير، الورشه الصغيره دي. عظيم. نتيجه ان انا قدمت له ووفرت له كل سبل النجاح. حلو قوي. خلاص؟ حلو قوي. طيب نيجي بقى لمرحله التسويق. أيوة. بعدها. ايوه. مرحله التسويق دي محتاجه المنصه الالكترونيه. محتاجه المعارض. وده المفروض ان هو بيتعمل. ده موجود بس يعني انا واحد من الناس مثلا، في حد اسمه الدكتوره مناس مثلا، جات لي وصورت عندي وقالت لي احنا بنعمل منصه الكترونيه. اتفضل. والكلام ده بقى له اكتر من سنه. طب ايه النتيجه؟ لكن ما حصلش انجاز. فين النتيجه؟ تمام. واحنا تبع تحيه مصر، اهلا وسهلا، اتفضلوا. نعم. طب صوروا الداتا بتاعتك، اتفضل، العنوان اللي واخدت حاجات كتير. واللي انا سمعته او فهمته منها ان هي مش بتسوق للاساس، هي بتسوق لمصر بشكل كل عام، كل منتجات مصر. حلو، تمام. احنا محتاجين الكلام ده. لكن عندنا احنا محتاجين منصه خاصه لموضوع الاساس في مصر وخصوصا في دمياط. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. تمام. محتاجين منصه خاصه تاخد الداتا الكامله عن دمياط وتسوق دمياط.
عظيم. محتاجين دعم المعارض الخارجيه. احنا كنا بنشترك في كل معارض، يعني انا واحد من الناس، ومش انا لوحدي، مجموعه كبيره جدا، كنا بنشترك في ميلانو كل سنه، بنشترك في ميزوجي اللي هو كان صالون دي موبل في باريس، تمام، بنشترك في معرض في روسيا، بنشترك في هاي بوينت في امريكا، بنشترك في اندكس دبي، بنشترك في معارض كتير جدا مدعمه من الدوله. ده اللي كان عامل عندنا الرواج والطفره، لان هو الاخر هيشوفك ازاي. لكن كله اللي حضرتك بتقوله ده والانجاز الكبير اللي حضرتك بتتكلم فيه ده كان كله على بعضه كده، برضه كنا بنصدر ب 300 وحاجه و 360 مليون بس. بالظبط بس بالظبط، صح كده؟ ايوه. لان برضه كان ما كانش فيه التركيز على ال يعني ما كانش فيه في التركيز ايوه على إيه؟ التصدير بالشكل اللي موجود دلوقتي. اللي موجود دلوقتي، دلوقتي ما فيش قدامنا مفر غير التصدير، غير التصنيع والتصدير. التصنيع والتصدير حياه او موت. تمام. يعني هو ما لناش حل. احنا تباطؤ الاقتصاد العالمي وتباطؤ الاقتصاد اللي عندنا نتيجه الازمات اللي احنا مرينا بها والمشاكل اللي مرينا بها، ما عادش عندنا فلوس نقوم الدنيا. محتاجين نجيب فلوس من بره. تمام. محتاجين نجيب فلوس من بره. طب الفلوس من بره دي هتيجي ازاي؟ بمستثمر؟ هنروح نسترجع؟ لا، طب ما احنا قادرين بقى ان احنا نصنع ونصدر ونجيب الفلوس دي من بره، نضخها في البلد. هو ده اللي يعمل لنا الرواج والاقتصاد ينمو من الحته دي. الصنايعيه الموجودين اللي لديهم الخبره الكافيه في صناعه الاساس في دمياط، ايه اللي مطلوب منهم عشان، او ايه اللي هيشجعهم ان هو يروح يحاول او يلموا بعضهم مثلا في ان هم ياخدوا مكان معين في هذه المدينه؟ انا بقول للناس كلها وبناشدهم في محافظه دمياط، اول حاجه ان العالم بتغير، العالم اتغير، والذوق العام على مستوى العالم اتغير. لابد ان كلكم تبداوا تستوعبوا فكره ان احنا لازم نغير موديلاتنا شويه، واللي احنا اتعلمناه من حرفه وقيمه ضخمه والحاجات الكبيره نبسطها ونروح للذوق العالمي. وده موجود، بعض من الناس كتيره جدا في دمياط بدات تعمله. عندك فكره كام واحد بيشتغل في هذا المجال في دمياط؟ في صناعه الاساس حوالي 500,000. نص مليون. طبعا نص مليون مواطن مصري بيشتغل في هذا المجال. نص مليون مواطن مصري بيشتغل، اللي بيشتغل فعلي. خدمات المباشره يعني الغير مباشره نص مليون كمان، النقل والتغليف. لا، خلينا في المباشر، في نص الفن مليون. الفني، لا الفن اللي ايديه تتلف في حرير. نص مليون مواطن في دمياط بيشتغلوا في المهنه دي. وما زال الناس موجوده في الحارات اللي حضرتك بتتكلم عنها. ما زال موجوده. ازاي نقنعهم انهم يروحوا هناك؟ والله هو لما اعمل الخدمات، ما اعمل الخدمات السنتر ماشين، ويشوف صاحبه اللي كان قاعد معاه راح هناك وانجز وبقى شكله حلو بقى معاه فلوس، هو هيجري يروح. هيجري يروح. تمام. احنا كنا في البدايه لما عملنا الحلم بتاعنا، لما عملنا المدينه دي وفكرنا فيه، ان من غير ما تجيب الناس وتقعد تفهمها، هو هيشوف بعينين النجاح وهيجري وراه. دايما هو حصلت النقله الاولى بس هي اللي بتبقى صعبة. معصلك شويه بعد كده صعبة. هتبقى بتدور صعبة. بعد كده هو احنا محتاجين بس مركز تصميم ومراكز خدميه للسنتر الماشين اللي قلت لسعادتك عليه. حالات ضخمه تتعامل في المدينه. طب بخبره حضرتك في هذا المجال، وانت يعني انت بقالك قد ايه في هذا المجال؟ انا بقالي 48 سنه. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية ويزيد ويبارك لك. أنا شايف منتجات جميلة جدا. أنا بشتغل الكلام ده بإيديا. يعني أنا اتعلمت. تمام. كنت بطلع من المدرسة أروح أشتغل في الورشة عند والدي. حضرتك دلوقتي حضرتك نائب رئيس غرفة صناعة الأساس باتحاد الصناعات. مظبوط. حلو، يعني مظبوط. يعني كيان رسمي. تمام كده؟ طيب حضرتك إزاي ممكن اللي بيصمموا، يعني هل عندنا مصريين بيصمموا اساس بشكل كبير؟ ساعتك معاك كتالوج صغير كده، بص على الحاجات اللي فيه. عامله طلبه. طلبه متخرجين. أيوة. السنه دي. ايوه السنه دي. ايوه ومعيدين ودكتور او دكتوره. أيوة. في فنون تطبيقيه دمياط. دمياط فنون تطبيقيه دمياط. جميل. كل ده تصميم، كل ده تصميمهم. انا للاسف مش هقدر اوريكم لانه الاسم هيبقى اعلان وهيبقى مش ظريف بالنسبه لي، ويعني للقناه ان انا اعلن عن الكلام ده. سعادتك لكن هو فعلا حاجه شياكه جدا وحاجه مضر جدا،
وحاجه سيمبل قوي او الناس بسيطه. الناس اللي احنا كنا عارضين في معرض الشهر اللي فات بيتعمل سنوي في مصر هنا، ما اعرفش هينفع اسمه ولا لا، يعني معرض سنوي معرض بيتعمل كل سنه هنا تمام. في القاهره، معرض المهم محلي. كل الناس اللي موجوده حوالينا اللي من القاهره اللي بيشتغلوا في المودرن كلهم جم مش مصدقين ان ده معمول في مصر، واسعاره في متناول الجميع، متناول المواطن المصري، متناول المواطن المصري، وبتصدر. وبتصدر تمام، ده لسه منتج جديد. طيب ما هو احنا برضه بنغير، يعني نخرج احنا من بنغير نخرج من الخاص ونرجع للوظيفه، للعام، الوظيفه العامه، للعام، الوظيفه العامه. لا حضرتك يعني اقصد اقول لي لا، تنصح المصمم موجود، ايوه المصمم موجود. اه النهارده احنا نقدر نعمل في مدينه دمياط للاساس ايوه تعاقد مع فنون تطبيقيه على ان الطلبه دول نجيب مثلا مصمم كبير او اتنين، ونقدر نعمل. عندنا اسامي مصممين عندنا كبار في اسامي مصر كبيره في مصر، وذو خبره لا لا كبيره. لا لا، عندنا حاجات اسماء رهيبه، يعني اسماء عالميه عندنا في مصر في التصميم الاساس، اسماء عالميه بامانه، يعني تضاهي الطلياني والتضاهي الاوروبي والامريكي وكله، تمام. وتتفوق كمان. ونعمل زي ما عندنا فنون تطبيقيه، عندنا بقى مركز تصميم نطلع المتميزين والكويسين، تمام، ونجيب واحد زي ده يقودهم، ويبقى موضوع، خلي بال سعادتك، الموضوع ده لو اتعمل موضوع تجاري ده موضوع مربح. طبعا موضوع مربح انك تعمل تصميم وتبيعه. صحيح، انا نجار، انا مش اشحته، انا هاجي اشتريه. ايوه عايزين بقى نعمل له الدوله بنطلب منها دلوقتي ايه؟ اعمل لنا حقوق الملكيه الفكريه. تمام، في هذا المجال. في هذا المجال عظيم نبدا بنبنيه، نعمل الكلام ده، نحافظ على بعض فيه. فالتصميم عندنا ناس قادره متواجد تعمل التصميم. حلو، ده اللي بقول لساعتها كل ادواتنا موجوده. هذا الكيان اللي ان شاء الله هيكون موجود، يبقى فيه ناس مهندسين او فنانين بيعملوا تصميم. نقدر بقى نجيب من القاهره كمان، من فنون جميله، من اسكندريه. حلو. حلو. من حلوان. الخطوه الثانيه ايه؟ الخطوه الثانيه السنتر ماشين، يعني هو المفروض يتعملوا الاثنين على التوازي. تمام، الاثنين يتعملوا مع بعض. اتفضل. حد مسؤول هينفذ. ايوه، واحنا كنا لنا السبق في هذا المجال. وعايز اقول لك الموضوع مش مكلف، الموضوع ترتيب مش تكليف. انا في بدايه المشروع ده لما عملناه على الورق واتعرض على سياده الرئيس المشروع ده، سياده الرئيس كلف محافظ دمياط ان ياخد رجال اعمال ويسافر بره يجيب له احدث المعدات. حلو قوي. وانا كنت واحد من الناس اللي سافرت دي. عظيم. مع محافظ دمياط السابق. عظيم. المكان ده غالي؟ مكان غالي. اه. بس احنا وصلنا لديل ان احنا قعدنا مع اتحاد مصنعي الماكينات في ايطاليا. عظيم. وانا بقول الكلام ده اي حد من الدوله ياخده ويكمل عليه. نعم. واتفقنا معاهم ان يعملوا لنا 10 سنتر ماشين. ايوه. 10 سنتر ماشين. في المدينه. في المدينه. اه. وهندفع ثمنهم على 10 سنين. طب ده حاجه ديل كويس قوي ده. اي حد من الدوله كمل. لا انا طب مش بقوله سر. من مكان موقع حضرتك نائب رئيس غرفه صناعه الاساس في اتحاد الصناعات. انا ما اعرفش اعمل حاجه زي دي. لا. ليه؟ لا، ده مين هيدفع الفلوس؟ آه. مين هيبقى مسؤول؟ هل انا هكلف كغرفه صناعه الاساس هي المسؤوله عن الكلام ده وهي اللي هتديره وتشغله؟ هل الدوله هتوجد وزاره الصناعه هتوجد حد يدير المشروع ده ويمسكه؟ هل حد يعني ما هي الدوله لازم تاخد قرارات. مين يعمل ده؟ هو ما تقدرش تقتحم اي حاجه. الحوار اللي انا الحوار اللي انا سمعته وكل المصريين سمعوه في اثناء الافتتاح هذه المدينه، السيد الرئيس طول الوقت كان عمال يسال على كل التفاصيل اللي حضرتك عمال تتكلم فيها دي. تمام. واتفقوا في الاخر مع الشخص الثاني اللي كانوا بيزوروه، يعني وواحد من المصنعين، ان هو هيقعدوا مع بعض يتكلموا في التفاصيل تنفيذ اللي حضرتك بتقوله ده، وخاصه المكان. تمام. المكان ده مش هنستغنى عن الصنايع المصري. لا، مش هتستغنى عن الصنايع المصري. بص حضرتك، دمياط، دمياط من مر الزمن، ايوه، في الاربعينات كانت بتصنع القماش. نعم. كانوا بيقولوا عليها صناع الامشه. نعم. القماش ده او النسيج ده اتنقل راح المحله وبقى صناعه في المحله. بعد كده دمياط كانت اشهر محافظه بتصنع الاحذيه. نعم. بعد كده اتنقلت راحت اسكندريه وجت العاشر من رمضان والكلام ده. بعد كده بقت في صناعه الاساس، في صناعه الحلويات. نعم. في اكبر اسطول صيد. نعم.
فدمياط ولاده. تمام تمام. لكن المكن لا غنى عنه. نعم. محتاجينه. ان احنا نشوف النهارده سوق افريقيا نتحرك فيه بسرعه. عندنا الناس اللي عملوا مصر افريقيا. نعم. دي تمثيل تجاري. هاتوا التمثيل التجاري ده، مين اللي عمل المشروع ده؟ تعال افتح لنا الاسواق، خد ناس واطلع صفرهم وهاتوا لنا شغل. الشغل اللي هيصب في اي حته هيوصل للصغير. صحيح صحيح. استاذ عبد الحليم العراقي، نائب رئيس تحقيق غرفه صناعه الاثاث باتحاد الصناعات، نورتنا يا فندم. اشكرك. وشكرا لحضرتك يا فندم، كل التوفيق للمجال العام والمسمى الوظيفي بتاع حضرتك، وكل التوفيق ايضا ل يعني الصناعات اللي حضرتك بتعملها كحاجه خاصه بيك، وطبعا ده كله هيزود الايدي العامله. طبعا بلا شك. احنا في 2010 في 2009 ايوه طلع قرار في 2009 طلع قرار من الدوله بالتدريب التحويلي، وكان نعم. سببه صناعه الاساس، ما كناش لاقيين عمال. كتر خيرك يا فندم ونورتنا، وده كانت النهارده حلقتنا في صفحه جديده. بكره يوم جديد وفريق عمل زمايل ان شاء الله مع حضراتكم ان شاء الله يوم الاحد، وانا معاكم باذن الله تعالى يوم الاثنين القادم بعد بكره. تصبحوا على خير.